الزيارة كانت زيارة جميلة جدا. احنا الحقيقة تفقدنا مناطق كثيرة جدا داخل محافظة شمال سيناء، بدءا من رفح ومرورا بالشيخ زويد ونهاية بالعريش. والحقيقة يمكن قبل ما اشرح حجم الأعمال والمشروعات التنموية اللي احنا تفقدناها، انا حابب بس اقول للمواطن المصري عشان يعرف يعني عظمة التضحية اللي تمت عشان احنا نبقى موجودين النهاردة في هذه الزيارة، ونبقى واقفين وبمنتهى الأمان وبنتحرك في الطرق والميادين، ان هناك آلاف من الشهداء من قواتنا المسلحة والشرطة والمدنيين اللي ضحوا بحياتهم على كل متر من الأمطار اللي احنا كنا بنتحرك عليها النهاردة في طريقنا علشان نبقى احنا النهاردة موجودين. وحركة التنمية اللي احنا بنشهدها النهاردة واللي بدأت واللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لشمال سيناء وتنمية سيناء كلها تبقى بتحصل على الأرض. الحقيقة المنظر يعني شيء يدعو للفخر، ان احنا واحنا بنتحرك احنا شايفين على امتداد الطريق آثار اللي كان يعني الهجمات الإرهاب البغيض اللي كانت بتحصل سواء على منشآت حكومية أو على كمائن كانت تابعة لقوات المسلحة أو الشرطة، وبنشوف آثار إطلاق الرصاص اللي موجود على واجهات المباني واللي كانت اللي بيحصل في هذا الوقت. الحمد لله النهاردة إحنا بنتحرك يعني بمنتهى السهولة واليسر، وصلنا لرفح ورجعنا منها للشيخ زويد والعريش. في الحقيقة يعني رسالة واضحة جدا، الدولة المصرية الحمد لله على مدار الفترة السابقة بكل أجهزتها يعني عملت جهد هائل في تطهير سيناء من الإرهاب، وأيضا في نفس الوقت كنا بنشتغل على مشروعات التنمية. الحقيقة يمكن إحنا بداية النهاردة الجولة كانت في مدينة رفح الجديدة، واللي هي بتنشأ كيعني بديل لمدينة رفح القديمة اللي كانت موجودة. النهاردة المدينة رفح الجديدة مع اكتمال إنشائها هيبقى فيها أكتر من 10,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 400 بيت بدوي، وكل الخدمات اللي المفروض تبقى موجودة في أي مدينة حديثة إن شاء الله تبقى موجودة.